شريكنا البطل. مرحبا يا أصدقائي، عدت إليكم مجددا. أنا الآن ذاهب إلى الطوارئ في المستشفى لأطمئن على صحة صديقنا أحمد. هيا بنا نذهب سويا. أهلا يا أحمد. لا بأس، طهور إن شاء الله. كيف حالك اليوم؟ شكرا لزيارتك يا سلامة، الحمد لله، بس قاعد أحس بألم في البطن. طيب هل فحصك الطبيب؟ رح يجي الدكتور بعد شوي يفحصني. مهم جدا يا أحمد أنك تخبر الطبيب عن الأعراض التي تشعر بها وتحدد مكان الألم بنفسك. شكرا يا سلامة، ذكرتني. مرحبا يا بطل، ما اسمك؟ اسمي أحمد. أخبرني يا أحمد، ما هي مشكلتك الصحية وماذا تشعر به؟ في اليومين الماضية حسيت بغثيان وألم شديد في أسفل البطن من الجهة اليمين. لا بأس عليك يا أحمد، سوف أقوم بفحصك الآن. تبين بالفحوصات إصابتك بالتهاب الزائدة، ونحتاج إلى إجراء عملية جراحية بسيطة تحل المشكلة. ولكن لا تقلق، فقط كلمة عليك فعله أن تصبح شريكنا البطل. وش قصدك بشريكنا البطل؟ سؤال بطل يا أحمد. نعني بشريكنا البطل أن تكون صديقا لنا وتسألنا عن أي سؤال تود معرفة إجابته، وتخبرنا عن أي معلومات أخرى عنك. وهنا سلامة راح يقدم لك بعض النصائح لتصبح شريكنا البطل. مستعد يا سلامة؟ بالتأكيد يا دكتور. أولاً يا أحمد، قبل العملية عليك أن تسأل الطبيب عن التعليمات اللي يجب عليك الالتزام بها، وأخبر الفريق الطبي عن أي معلومات لا يعرفونها عنك. مثلاً إذا كنت تستخدم أدوية حالية أو لديك حساسية من دواء أو طعام معين. وعندما تدخل إلى غرفة العمليات عرف الفريق الطبي عنك، وذكرهم باسمك وعمرك ومشكلتك الصحية. مثلاً في حالتك هذه اذكر لهم أنك تعاني من التهاب الزائدة وأن الطبيب قرر إزالتها. ولما تطلع من العملية بالسلامة وترجع إلى غرفتك في المستشفى، مهم جداً تسأل الطبيب عن كيفية العناية بالجرح وما هي تعليمات تناول الدواء. ولا تنسون يا أصدقاء، تناول الدواء يجب أن يكون بمساعدة وإشراف من أهالينا. وأخيراً اسأل الطبيب عن الموعد القادم لمتابعة حالتك. شكراً جزيلاً يا سلامة، الآن فهمت كيف أشارك في رعايتي الصحية. تذكروا يا أصدقاء، لسلامتنا لازم نعزز شراكتنا مع الفريق الطبي.